عليكم على بالي بلي تبغوا تسمعوا صوتي، فنكملوا الوصفه بالصوت. نحط تقريبا ملعقتين تاع اكل كبار ماء دافئ، ونحط فيهم الملعقتين الصغار تاع الخميره والملعقه الصغيره تاع السكر، ونخلوهم على جنب حتى يتماسكوا وتخلطوا يعني، وديك الخميره تفاعل. ونجو نهرسوا هذيك البطاطا بالفخشات بالشوكه، ونعمروا هذاك الكاس. انا يعني نحب الميزان، نبغي بالميزان، وندير 250 غرام و 200 غرام تجيني سهله. بصح باش نبينكم باللي تقدروها بالكاس، نحطوا في الخلاط البطاطا مع البيض مع الزيت، ونزيد ونجي نحطوا عليهم الخميره، ومن بعد نضربوهم مليح 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 في الخلاط حتى يولي عندنا خليط زعماك هكاك رطب وليس كما راكم تشوفوا فيه دروك. فوالا، نجو نزيدوا عليه دروك النشا تاعنا اللي هي المايزينا كيما قلت لكم، سواء زوج كيسان اللي عنده هذاك العبر تاع الكاس هذاك تاع لاتاي الكبير، سواء 200 غرام ولا. ونخلطهم مليح، ومن يتجانسوا مليح نزيدوا عليهم هذيك تقريبا زوج مغارف كبار تاع زبده، من 30 غرام ل 40 غرام انتيا وكي بغيتي داك الخبز تاعك دسم ولا لا. ولا وتخلطيهم مليح. هو المهم يعني المفروض يكون هذه الزبده يعني دايبه بدرجه حراره الغرفه، بصح انا كانت عندي في الثلاجه خاطر عندنا بزاف الحمان فذوبتها غير سنه. خلطتها مليح، غطيتها ونخليها تخمر. زد دفيتها بواحد يعني حد البلاد هكاك ثقيل عندي تاع الخبز، دائما خليته غير الخبز. من تخمر نجو راكم تشوفوا درت فقاعات وتقلت شويه كشغل البغرير، نخلطها مليح 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 باش نقلع لها كاع هذاك الغاز اللي فيها نديغازيها. وقضبت هذا المول تاع الكيك الطوال هذا كاع راه عندنا منهم، حطيت فيه ورق الزبده باش من زعما يعني الديمولاج يكون ساهل، وتاني ما نزيدش نزيد ماده دسمه. وندخلوا الفرن لدرجه حراره 160، ما بين 160 180، على حساب 40 دقيقه 45 دقيقه على حساب الفرن تاعكم، حتى اللي تولي القشره تاعو يابسه وحمراء. ما درت عليه والو، ني حليب ني بيض ني والو، هو احمر لوحده. الكوشه تاعي مشعوله من الفوق ومن التحت، خرجتو كما راكم تشوفوا راه حامي، قدبتو غير بيد خاطر كنت قادبه الكاميرا بيد. وخلو حتى يبرد كامل باش تقعدوا تقطعوه شرائح زعماك رقيقه. اللي تبغي تزيد تدخلو في الكوشه تبغيه شويه محمر، تزيد تدخلو كيما هكا بعد ما قلعت الورقه، تعاود تدخلو على غير هذيك لاغري في الفرن تزيد تتحمر شويه. ابخي قطعوه شرائح، سواء تاكلوه في داك اليوم، سواء تقطعيه هكا شرائح وديريه في المجمد. غالبا انا ندير كيما هكاك، دائما نخلي شويه في المجمد باش ما يغلبنيش الوقت، و فهم الكوت تاعو تحس راكي دايره فيه الكوغيير الفرماج. سبحان الله، رغم انه ما فيش كاع الفرماج غادي يعجبكم، راني متاكده. وصحي لاولادكم، صحي للناس اللي ما ياكلوش الجلوتين، هذوك الناس اللي فيهم مرض السيلياك. انا الحمد لله يعني ما نعانوش من هذا المرض الحمد لله يا ربي، ولكن مليح الانسان يعني ينوع في التغذيه تاعو، ماشي دائما الدقيق الابيض ولا حتى الدقيق الكامل راه فيه الجلوتين. ناكلوا حاجه طالما نطيقوا نديروا الخبز ونطيقوا نديروا البغرير ونطيقوا نديروا المطلوع من غير جلوتين، علاه لا ما ننوعوش باش من المصارين تاعنا ما يتقالوش. وراني درتو وجبه بالليل كما راكم تشوفوا، سلطه وطونه وذره، وان شاء الله تجربوه. ما تنساوش تساندوني وديروا ابوني في القناه باش تشجعوني، نبغيكم بزاف.